متجدد التحية أعزائي المشاهدين، ودلوقتي جه ميعاد فقرة الدوبلير. فقرة الدوبلير بتقوم بيها كل أسبوع إنجي شلبي، بتجسد بتجسد شكل الفنان، يعني أنا شايفة إنها كمان بتلبس روح الفنان. فالنهاردة ما اسمهاش إنجي شلبي، النهاردة اسمها الليمبي شلبي. الليمبي شلبي. شلبي. لا وبعدين بجد أنا بقدم كل التحية للفنانة الموهوبة إنجي شلبي، ولا إنجي الليمبي؟ إنجي الليمبي شلبي. الليمبي شلبي. طيب هي معانا دلوقتي، هي معانا دلوقتي في مداخلة. ألو 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 أنوش، إزيك؟ أيوه أخبارك إيه؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله. إيه بقى حكاية كل أسبوع بشخصية بقى، إيه الحكاية دي؟ هو اولا ميرسي قوي على كلامكم الجميل بجد اللي انتوا بتقولوه ده. ده قال لي تقدير بجد، والله قال لي تقدير. وعلى فكره يا انوج احنا مستنيينك تيجي لنا مره في حلقه علشان تحكي بقى للناس التقنيات اللي بتستخدميها. لا بس انا اعترض مش دلوقتي، احنا عايزين نجيب كل اللي عندها الاول وتدينا سر المهنه. حاضر باذن الله ان شاء الله. على فكره يا انوج انا عايزه في مره اخرج بلوك للساده المشاهدين مثلا بفنانه بحبها، يعني مثلا الست فاتن حمامه، ميرفت امين، سهير رمزي، يا سلام، ايه رايك؟ ممكن؟ لا خلاص ما فيش مشكله، نجرب، اجي لك مره من عينيا. حاضر. ان شاء الله. عايزه بقى اعرف ايه حكايه الليمبي واشمعنى الاغنيه؟ انا ايه، انا خارج بكره براءه، انا طالع بكره براءه. ايه حكايه خارج براءه دي انوج؟ هو انا كنت عندي كورونا فكنت في عزل 17 يوم. وبعدين كنت عامله التحاليل بقى وخلاص، والمفروض ان انا تاني يوم هخرج بقى خلاص. ايوه عارفه احساسك ده. ده احنا كده احنا كده نشكر الكورونا بقى كده، هي اللي عملت. على فكره هو كان اول شخصيه فعلا اعملها واجرب نفسي فيها. حتى وانا بعمله ما كنتش لسه مستعده، لاني ما كنتش بخرج، فما كانش عندي اي ماتيريالز في البيت، فانا حتى الشعر عاملاه بشراب. يعني ما شاء الله، يعني اللي احنا شفناه ده ما كنتش مستعده. امال لو مستعده كنت هتعملي ايه؟ انت بتبصي ادق التفاصيل، بتتقمص بجد. يعني انت بتجيبي ادق التفاصيل، الوش، الشنب، الشعر، يعني ادق التفاصيل. وبعدين مش ادق التفاصيل بس كميك اب، لا ده انت بتجيبي كمان الروح وهو بيغني. يعني هو بيغني روحه وهي بتغني. لا وبعدين الملامح الشخصيه والبق وبتاع، انا اما شفته للوهله الاولى انا قلت ده الليمبي. ايوه بجد. لا احنا بنحييكي بجد يعني. ربنا. وبعدين كملي. وبعدين ها بس قعدت اتفرج عليه وقررت ان انا هعمله بقى، اللي هو انا هعمله النهارده حتى لو معيش الماتيريالز انا هعمله. ايوه بالشراب. ها بالشراب صح؟ بالشراب. لا هي كانت طالعه بصراحه الفيديو اعمله على فكره. الفقره طالعه عفويه وطالعه طبعا جميله جدا. وفي الاول وفي الاخر احنا بنحيي الفنان محمد سعد طبعا، وطبعا طبعا احنا يعني انجي انوج انوج انت بتحبي الفنانين لدرجه انك انت بتجسدي بتتقمصي الفنانين جدا. انا اصلا تقريبا يعني اي فنان بعمله بكون بحبه، يعني انا اي شخصيه بحاول اقرب ليها ببقى شخصيه انا بحبها. يعني طب ايه اكتر شخصيه انت يعني انت عملتي الميك اب ارتست بتاعتها لكن ما قدرتيش تلبسي روحها؟ اي شخصيه حسيت اني مش هي يعني؟ هو انا كنت اصعب حاجه عليا في بس هو فيديو لسه ما اتعرضش، كان الفنان الله يرحمه ذاكر قطم. لان هو طبعا يعني ما فيش زيه اصلا، فما كنتش عارفه اقلده خالص. لا لا بس قربتي قربتي. بصراحه كان اكتر حد واصعب حد. لا لا قربتي قربتي منه قربتي. احنا بنشكرك يا انوش، وانا مش هكتر معاكي في الكلام. قولي ليه؟ علشان اجبرك تيجي في حلقه ان شاء الله معانا تشرحي ده للجمهور بالتفصيل. ان شاء الله، ده يشرفني. احنا منتظرينك تمتعينا اكتر واكتر بفنك وموهبتك الجميله بجد. يعني هتقولي لنا الشخصيه جايه ايه ولا خليها سر؟ خليها سر، خليها مفاجاه بقى. تمام. خلاص اوكي. ميرسي يا انوش، ميرسي يا حبيبي. العفو على ايه. الف سلام. مع السلامه. مع السلامه. نطلع بالفيديو. نطلع بقى بالفيديو. طيب يلا. وخلاص طالع بكره براءه. مع انجي الليمبي، ولا الليمبي انجي؟ الليمبي ايه؟ انجي الليمبي شلبي. الليمبي شلبي. هنطلع بالفيديو وفاصل، وبعد الفاصل مع الفقره. فقره مين؟ المصور احمد النارو، مصور النجوم. مصور النجوم. ايوه خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته. Thank you.
عايز سلام بيه.